قام رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف بزيارة إلى الرياض لتخفيف التوتر المتصاعد بين السعودية وإيران، وأعرب عن قلقه العميق إزاء النزاع في الاجتماع مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين، داعيا إلى حل الأزمة في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يلتقي شريف مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء. هذا وكانت العلاقات بين السعودية وإيران قد تدهورت بسرعة بعد إعدام السعودية لرجل دين بارز، ما أدى إلى هجمة على السفارة السعودية في طهران.